على هذا المضمار المصغر تتنافس روبوتات صممها المشاركون في المرحلة النهائية من مسابقة ليج أوف روبوتكس في طبعتها الأولى التي عرفت مشاركة 500 مبدع في المجال جاءوا من مختلف ولايات الوطن. ليج أوف روبوتكس هو إيفنمون بدأ عنده 4 شهور. كي بدأ مع الأول هو مسابقة وطنية كان فيها 58 ولاية، لا فينال بقاو 150 بارتيسيبون اللي جايين من 39 ولاية. كان لازم يخدموا دو روبو، واحد متتبع الخط، واحد اوتونوم يمشي وحده، وواحد تيليغيدي متحكم فيه عن بعد. ولازم سي ان جور دو ماتش. اليوم جيت شاركت في المسابقه هذه تاع التكنولوجي ليغ اوف روبوتكس. هذا النوع من المبادرات يساعدنا احنا كشباب باش نقدموا المواهب تاعنا والامكانيات تاعنا. المسابقة تأتي لتعزيز التقنيات الجديدة وتقديم فرص للمبدعين الشباب، إذ عرفت مشاركة قوية للفئات العمرية الشابة بهدف تفجير الطاقة الابتكارية لدى مبدعي الغد مثل الطفلة إيناس. بديت هذا الدومين من عامين. هذا الروبوت ساعدني بزاف بنتعلم لغة السي والبايثون. هل السي والبايثون ما لغات البرمجة كما جافا سكريبت HTML etc. هذه الكومبيتيسيون حسيت بالفخر كي شاركت فيها هي الاولى. اون ايتي ايتوني باسكو كو ميم لقينا ميم دي ستوديون تاع دي زيلاف بلوتو تاع ليسي سو ام وين قريب لا ميم شوز مع تاع دي زونيفرسيتير سي بيان سور لاد افيك تاع لوغ زونسيون اي تو لافونسمون تاعهم اللي تي رهيبان. حفل اختتام المسابقة عرف تتويج الفرق الثلاثة التي نالت أعمالها إعجاب اللجنة لتكون الجائزة الأولى من نصيب شبان ولاية سكيكدا فريق ساربريس.